الشباب عملوا مبادرة لدعم السفيرة مشيرة خطاب عشان تترأس اليونسكو، عشان تكون رئيس لليونسكو خلال الانتخابات اللي جاية. ودي الحقيقة يعني حاجة مهمة قوي قوي، لازم احنا كمان نبدأ ان احنا نعملها. في هاشتاج الحقيقة معمول، الهاشتاج لدعم السفيرة مشيرة خطاب، هاشتاج خطاب فور يونسكو، علشان يتم دعم السفيرة مشيرة خطاب لرئاسة اليونسكو. والحقيقة السفيرة مشيرة خطاب ليها باع كبير في العمل الدبلوماسي، وفي العمل كمان الخاص بمجال السكان، لأن اليونسكو طبعا هي منظمة مهتمة بالنواحي التعليمية والثقافية والتربوية. كون السفيرة مشيرة خطاب واحدة من المرشحين في هذا المنصب، دي حاجة بالنسبة لنا احنا في مصر تشرفنا جدا، لأن السيدة دي الحقيقة كان ليها مناصب عديدة رفيعة، وكمان كانت سفيرة لمصر في دول مختلفة. سيدة محترمة وليها سي في قوي بكل المقاييس، يعني لو سيدة مصرية بهذا الحجم تولت منصب زي أمين عام اليونسكو، أعتقد أن دي هتبقى حاجة مشرفة لكل مصر. فأنا بتمنى الحقيقة أن الهاشتاج ده مصر كلها تبدأ أن هي تشتغل عليه، خطاب فور يونسكو، علشان دعم السفيرة مشيرة خطاب لرئاسة اليونسكو. يونسكو هي واحدة من منظمات الأمم المتحدة الحقيقة المهمة جدا زي ما قلت لحضراتكم، وهي مش بس معنية بالثقافة أو بالتعليم أو بالتربية، هي كمان مهتمة بتدريب العمالة وتدريب المعلمين والتعليم الفني والتقنيات الحديثة في التعليم، فهي منظمة مهمة بكل المقاييس. فبتمنى أن كلنا الحقيقة ندعم السفيرة مشيرة خطاب زي ما تم إطلاق الهاشتاج، وزي ما الشباب امبارح في المؤتمر بدأوا أن هم يدعموا وجود السفيرة مشيرة خطاب.